فضيلة الشيخ، هل القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب؟ نرجو أيضا بهذا إفادة. أما من جهة قراءة القرآن في غير الصلاة نعم. فالقراءة من المصحف أولى، لأنه أقرب إلى الضبط وإلى الحفظ، إلا إذا كانت قراءته عن ظهر قلب أحضر لقلبه وأخشع له، فليقرأ عن ظهر قلب. وأما في الصلاة فإن الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب، وذلك لأنه إذا قرأ من المصحف فإنه يحصل له عمل متكرر في حمل المصحف وإلقائه وفي تقليب الورق وفي النظر إلى حروفه، وكذلك يفوته وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القيام، وربما يفوته التجافي في الركوع والسجود إذا جعل المصحف في إبطه. ومن ثم رجحنا قراءة المصلي عن ظهر قلب على قراءته من المصحف. وإذا كنا نرجح هذا باعتبار الإمام، وأن الأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب لئلا يحصل له ما ذكرناه، فإننا كذلك نقول بالنسبة لبعض المأمومين الذين نشاهدهم خلف الإمام يحملون المصحف يتابعون قراءة الإمام، فإن هذا أمر لا ينبغي لما فيه من الأمور التي ذكرناها آنفا، ولأنه لا حاجة بهم إلى أن يتابعوا الإمام. نعم، لو فرض أن الإمام ليس بجيد الحفظ وقال لأحد من المأمومين صلي ورائي وتابعني في المصحف إذا أخطأت فرد علي، فإن هذا لا بأس به للحاجة.